ليش جبتينا لهون؟ ما بدي تيجي لعندي على البيت. احتمال كتير كبير يجي حدا من أهلي أو أهل هنداوي. صحيح على ذكر هنداوي، أنت بتحبي؟ قصدي يعني اتجوزتوا بعض عن حب؟ أكيد بحبه. وبعدين شو ناقصني أستاذ كايد لما حبه انحب؟ أكيد، لأنه مو ناقصك شيء، مشان هيك أنا عم بحكي. ما شاء الله حولك جمال ودلال وأنوسة وذكاء وقوة. وأنت قلتها، الذكاء وقوة، مشان هيك ومن الآخر ما في نصيب ولا تفكر بأي شيء، شغل وبس. إيه مثل ما بدك، بس إذا بتتجوزيني رح مشيكي على دولارات. ليش معك ليرة لحتى تقول دولارات؟ لك وحياتك، وحياتك معي قد ما بدك. بدي بيت باسمي، وبدي سيارة، وبدي... لا. بدك تطفي بالك مشان صحتك، مشان ما يطلع لك شعرات. على مهلك بيت وسيارة. وهلأ كنت عم تقول جمال وزكا وحلا. بنات بيوت وطالبات جامعيات ما طلبوا هالطلبات. كل واحد بيعرف قيمة نفسه، لذلك خلينا بالشغل، بالشغل وبس. بالشغل، شغل. أنا مبارح كنت أكبر تاجر آثار بالبلد، والعملية عنده. وأنا شو دوري إذا عرفتك على غضبان؟ قلتلك أنت شريكة. لسا بتقلي شريكة؟ شريكة بشو؟ الشب حليوة وأبو شي وعايش بالبيت لحالي.